إذن يبدو أن تسلا لم تخرج من عنق الزجاجة الذي وقعت فيه بسبب أزمة سلاسل التوريد والإغلاقات في الصين. سنتابع في التفصيل هذا ما كانت هي نتائج تسلا خلال هذا الربع، والتي كانت أقل من التوقعات بالنسبة للإيرادات، لكن الأرباح جاءت مرتفعة بنسبة 75% على أساس سنوي. الإيرادات كانت عند توقعات بأن تسجل تسلا 21 مليار و900 مليون دولار، لكنها سجلت يعني 21.4 مليار دولار. تكلفة الإيرادات على أعمال السيارات كانت مرتفعة خلال هذا الربع بتقريبا، يعني نحن كانت سجلت بالربع الماضي من العام الماضي يعني 10 مليارات، لكن في هذا العام وصلت إلى 13.5 مليار. العائدات من السيارات أيضا ارتفعت بنسبة 55%. التسليمات بالنسبة لهذا الربع كانت مرتفعة، وذلك على وجه التحديد بسبب عودة نشاط المصانع الصينية إلى أقصى سرعة ممكنة حسب ما قالت تسلا، والتي أيضا توقعت نموا بنحو 50% لكن في السنوات القادمة. التسليمات كانت قياسية كما ذكرنا، وصلت ل 42% على أساس سنوي. الإنتاج ارتفع ب 45% على أساس سنوي في هذا الربع، لكن أزمة سلاسل التوريد ستقف في وجه نتائج تسلا لهذا العام، وهذا ما ذكره مثل ما قلنا وضغط على يوم أمس على سهم تسلا الذي انخفض ب 6% بجلسة أمس بسبب مخالفة الإيرادات للتوقعات، وأن الشركة لن تحقق أهداف تسليم السيارات خلال هذا العام، كما أن الشركة يذكر فقدت 45% من قيمتها السوقية، وذلك بطبيعة الحال بسبب تذبذبات الأسواق وول ستريت خلال هذا العام.